حسام على فكرة من الشخصيات الطيبة جدا، تمام، وبره الملعب حد جميل جدا جدا جدا، وبيهزر وبيضحك وكل حاجة، والله العظيم ده حقيقة. لكن في الملعب بتلاقي شخصية تانية خالص، يعني حتى زي ما انت قلت التعامل مع اللعيبة، يعني بيبقى اجريسيف شوية مع اللعيبة، وما بيعرفش يفرق ما بين ان انت نجم او مش نجم، وان انت ممكن تتقبل منه ده او لا. فهي دي مشكلة عند الكابتن حسام، واعتقد ان هو دلوقتي يعني عارف القصة دي، وعارف ان يعني ان هو زي ما انت بتقول في لعيبة كتير بطلت، مش هقول بسببه، لكن كان هو ليه دور ان هم اللعيبة دي تبطل، ضمنهم طبعا عماد متعب، والناس كلها كانت بتستغرب انه كان بيعامل امام متعب بالطريقه دي. لكن هو انا شفته في كذا برنامج ان هو طلع يتكلم على عماد، ان عماد كان في الحاله اللي موجود فيها، كان اللي موجود منه كان افضل منه، كان وليد ازارو تقريبا، ووليد فعلا كان ماشي بشكل كويس. بس في حاجات انا عايز اقول، في حاجات يا كابتن حسام، عماد متعب برده نجم كبير، فانت في اوقات كان ممكن قوي ان انت تفوقه، كان ممكن قوي ان انت تعامله نفسيا كويس، الحاجات دي بتفرق مع اللعيب. وبعدين عماد ما كانش يستحق اللي حصل معايا، يعني هي دي النقطة، ان انت خلاص انت مش عايز تلعبه، بس على الاقل عامله نفسيا كويس، يعني في حاجة هتطغى على حاجة. فهو المشكلة بس حتة التعامل في الشغل، الكابتن حسام بيبقى حد جدا فيها، وده طباع. نتمنى طبعا ان هو يغير من الحتة دي، لكن هو كمستوى الشخص لا، بني ادم كويس جدا، وشخص يعني عملي جدا جدا جدا، وبيحب شغله جدا، وبدليل ان هو قعد فتره كبيره مع مستر مانو جوزيه، وحتى لما مستر مانو مشي هو خد دوري وعمل نتائج كويسه في النادي الاهلي، وهو مدرب كبير طبعا يعني.